فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الحلف بغلات عيالي؟ ما حكم الحلف بغلات عيالي؟ مين؟ غلات عيالي. ايش غلات؟ غلائهم. عند غلائهم عنده. ما يجوز الحلف بغير الله، لا بغلا عيالك ولا بغيره. لا تحلف الا بالله عز وجل او صفة من صفاته. يعني نتكلم من المغرب على هذا ويشكل عليك الحلف بغلا عيالك عليه؟ نعم.